أإله مع الله قليلا ما تذكرون. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على حبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. عدنا إليكم أيها الأحبة في جزء ثاني لنرد على بعض التساؤلات المتعلقة بموضوع الإعجاز العددي. فكثير من المشايخ الفضلاء وعلمائنا الأجلاء قد لا يقتنعون بلغة الأرقام في القرآن، ويقولون إن هذه اللغة لم يتحدث بها النبي صلى الله عليه وسلم ولم يتحدث بها الصحابة. طبعا نقول أيها الأحبة، القرآن الكريم فيه معجزات كثيرة، والنبي عليه الصلاة والسلام لم يفسر كل القرآن ولم يتعرض لكل وجوه الإعجاز في القرآن، ترك الأمر مفتوحا، لأن الله تعالى يقول سنريهم، والسين هنا للمستقبل، سنريهم آياتنا في الآفاق. ومن هذه الآفاق الفلك والطب والبحار والجبال والنفس، ومنها أيضا لغة الرياضيات والهندسة والأرقام. فمنطقيا أو نظريا على الأقل لا يمنع أن يكون عدد حروف القرآن، عدد كلماته، عدد آياته يسير بنظام محدد. ما الذي يمنع يعني هل هناك حديث نبوي يقول إن القرآن كتاب عشوائي ليس محكما؟ على العكس، الله تعالى يقول كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير. هذا الكتاب محكم. ما معنى محكم؟ يعني لا تستطيع أن تغير مكان كلمة بكلمة. يعني مثلا نحن نبدأ قراءة سور القرآن ببسم الله الرحمن الرحيم، هل تستطيع أن تقول بسم الله الرحيم العليم مثلا، أو بسم الله الرحمن الحكيم؟ لا تستطيع، هذا تحريف للقرآن ولن يقبل منك أحد. طب هل تستطيع أن تقول بسم الله الرحيم الرحمن؟ أيضا هذا مرفوض. لماذا أنت بفطرتك رفضت أن نبدل كلمة مكان كلمة؟ لأنك تعلم أن كل كلمة يجب أن تكون في المكان الذي وضعها الله تعالى فيه. لا تستطيع أن تضع سورة الفاتحة مثلا باعتبارها سورة قصيرة، لا تستطيع أن تضعها في آخر القرآن، لا مع السور القصيرة لا تستطيع. فهذا يدل على أن ترتيب القرآن ليس بفعل البشر أيها الأحبة، ترقيم آيات القرآن ليس من فعل البشر، هو فعل الخالق عز وجل، هو فعل منزل هذا القرآن. صحيح البشر هم من كتب وهم من طبع القرآن وهم من أضافوا عليه علامات الترقيم وعلامات التجويد وعلامات التشكيل والتنقيط وغير ذلك، وأضافوا إليه زخارف معينة، أضافوا إليه ألوان معينة، ولكن كل هذا يتم بإلهام من الله وموافقة من الله. والدليل الله تعالى يقول إن علينا جمعه وقرآنه، أي أن الله هو من سيجمعه وليس الخليفة عثمان رضي الله عنه، والله هو الذي سيقرئه ويجعله في صدور الناس، بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم، الله هو من يفعل ذلك وليس الناس. صحيح نحن نعمل، ولكن كل شيء بتقدير من الله. يعني الآن أنا لدي مصحف الآن في هذا العصر، هل يستطيع أحد لو اجتمع كل الكرة الأرضية اجتمعت بملحديها بكل ما فيها، هل يستطيع أن يضيفوا سورة واحدة قصيرة للقرآن؟ لا يستطيعون. تعلمون لماذا أيها الأحبة؟ ليس لأننا نحن مسلمين أو لأننا يعني شديدي الحرص على كتاب الله، لأن هذا كلام الله
ولا يسمح بإضافة شيء إلا بإذنه. وبما أن هذا القرآن اكتمل فلن يستطيع أحد أن يضيف عليه حرفنا، لا نقول سورة، حرف واحد إلى يوم القيامة. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. ما الذي يجعل إذا تم إضافة سورة قصيرة لهذا المصحف، ما الذي يجعل هذا الأمر مرفوضا بشدة من قبل ملياري مسلم؟ ليس من قبل العلماء فقط، بل كل مسلم على وجه الأرض، حتى لو لم يكن يحفظ شيئا من القرآن، هذا الأمر مرفوض بالنسبة له. الله تبارك وتعالى هو الذي وضع هذه العقيدة في قلوب المسلمين، وهي نوع من أنواع الحفاظ على القرآن، لأن الذي حفظ القرآن هو الله وليس البشر. الذي يمنع البشر من إضافة سورة إلى هذا القرآن هو الله وليس نحن. وبالتالي أيها الأحبة، القرآن العظيم فيه تناسق رقمي، فيه نظام رقمي، أو يمكن أنا أحيانا أسميه مفتاح أو شفرة رقمية. يعني أنت لديك مثلا جهاز له مفاتيح، هذا الجهاز تحتاج إلى ضغط أزرار معينة ليعمل، لأن فيه برامج، فيه شفرات معينة بداخله، مثل القفل تحتاج إلى أرقام محددة عندما تضعها يشتغل يفتح. هذا القرآن فيه شفرات محددة نستطيع أن نكتشفها، كما فعلنا في سورة مريم و شفرة الرقم 19. وهذا الفيديو طبعا هو للأحبة الذين يتساءلون، أو للذين لم يقتنعوا بموضوع الإعجاز العددي. نقول أيها الأحبة، دققوا معي رجاء، سأعطيكم مثالا من سورة مريم، لأن الأسئلة جاءتني على الفيديو المتعلق بشفرة سورة مريم. الله تبارك وتعالى عندما أنزل القرآن على قلب حبيبنا عليه الصلاة والسلام، شاء سبحانه وتعالى أن يكون أول رقم ينزل عليه هو 19. هكذا مشيئة الله، ليست يعني بقدرتنا أو مشيئتنا، هي هذا في علم الله تبارك وتعالى. الرقم 7 نزل بعد ذلك متأخرا، الرقم 3 نزل بعد ذلك، الرقم 9 نزل بعد ذلك، ولكن أول سورة نزلت على النبي سورة العلق، ثم سورة القلم، ثم المزمل، يعني المزمل، ثم المدثر، يعني العلق، ترتيب النزول أنا نسيت، ولكن يعني هي لن تخرج، هي سورة المدثر ترتيب نزولها 4 ورقم 1 هي سورة العلق، ثم القلم، ثم المزمل، ثم المدثر، يعني تقريبا هكذا معظم المفسرين يقولون ذلك. فسورة المزمل يعني سورة العلق ليس فيها أرقام، كذلك سورة القلم نون والقلم وما يسطرون ليس فيها أرقام. سورة المزمل فيها ثلثه فقط، والثلث ليس رقم صحيح. فيها طبعا سورة المزمل إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه، يعني وردت أجزاء من العدد الصحيح، ولكن في سورة المدثر ورد رقم صحيح في قوله تعالى عليها 19. ذلك الملحد الذي تحدى النبي عليه الصلاة والسلام وقال عن القرآن ثم نظر ثم عبس وبسر ثم أدبر واستكبر فقال إن هذا إلا سحر يؤثر، إن هذا إلا قول البشر. يأتيه الجواب من الله سأصليه سقر،
وما أدراك ما سقر، لا تبقي ولا تذر لواحة للبشر عليها 19. شاء الله أن ينزل في ذلك الوقت في السنة الأولى لنزول القرآن، ومنذ البداية أن ينزل الرقم 19، ثم يقول لك القرآن لماذا هذا الرقم، ما هو الهدف منه. دققوا معي أيها الأحبة رجاء. عليها أي على جهنم، لأنه يتحدث عن سقر، وما أدراك ما سقر. طبعا سقر هي اسم من أسماء جهنم، أعاذنا الله وإياكم منها. هذا الاسم أعطاه الله لجهنم، اسم مرعب. سأصليه سقر، وما أدراك ما سقر، لا تبقي ولا تذر لواحة للبشر عليها 19. عليها 19. ثم يأتي هنا التفصيل، يقول لك الله تعالى عن هؤلاء 19: وما جعلنا أصحاب النار إلا ملائكة. يعني هذه سقر التي سيصلها هذا الملحد هي عليها 19 ملكا، وما جعلنا أصحاب النار إلا ملائكة، وما جعلنا عدتهم أي عددهم. العدة في القرآن تعني العدد، يعني مثلا قل ربي أعلم بعدتهم، عن أصحاب الكهف، ما يعلمهم إلا قليل. قل ربي أعلم بعدتهم أي بعددهم. هنا الله تعالى يقول في سورة المدثر: وما جعلنا أصحاب النار إلا ملائكة، وما جعلنا عدتهم أي 19، هذا العدد، وما جعلنا عدتهم إلا فتنة للذين كفروا. فتنة، سيكون هذا العدد مثار كفر واستهزاء وسخرية من قبل الكافرين، لن يقتنعوا به. ليستيقن الذين أوتوا الكتاب، سبحان الله، ما علاقة الذين أوتوا الكتاب بالعدد 19؟ طبعا في التفسير، يعني لو قرأنا تفاسير القرآن نجد معظم التفاسير تحدثت عن سبب نزول هذه الآية، أن النبي عليه الصلاة والسلام عندما حدثهم بعدة أهل الكتاب استيقنوا أن هذا العدد صحيح، لأنهم وجدوه مكتوبا لديهم في كتبهم، يعني مكتوب في كتب اليهود والنصارى إن عدد خزنة جهنم 19، فاستيقنوا أنه رسول الله. طبعا هذا وجه من أوجه التفسير أيها الأحبة، ولكن الحقيقة يعني نحن لم نعرف أن أهل الكتاب استيقنوا بسبب الرقم 19، ليس لدينا حادثة أو حديث نبوي أو كذا يحدثنا، سوى ما جاء في بعض كتب التفسير أن هذا العدد هو وسيلة لليقين أن هذا النبي صادق، وإلا من أين علم بالعدد 19؟ طبعا اليوم يعني أهل الكتاب إذا قلت لهم هذا يقول لك إن النبي عليه الصلاة والسلام أخذ من الكتاب المقدس، مع العلم اليوم الكتاب المقدس الآن لا يحوي الرقم 19، ربما فيه 19 مثلا شيء آخر ليس له علاقة بالنار أو الملائكة، ربما ورد ذكر رقم 19 ولكن جملا أو رجلا أو كذا، يعني ليس له علاقة بملائكة العذاب. طيب الله تعالى يقول العدد 19 سيكون وسيلة ليحصل لدى أهل الكتاب يقين، ليستيقن الذين أوتوا الكتاب ويزداد الذين آمنوا إيمانا. طيب كيف أنا سأزداد إيمانا كمؤمن؟ طيب كيف مثلا المؤمنين سيزدادون إيمانا
بسبب الرقم 19؟ يعني هذا السؤال أيها الأحبة، يعني لا ينبغي أن تقول لي اقرأ كتب التفسير وانتهى الأمر. يعني هناك إعجاز سيظهر. ثم إن الرقم 19 والنظام العددي للرقم 19 هذا أمر يظهر اليوم في هذا العصر، أقصد في العصر الحديث، لأنه عصر الأرقام، عصر تكنولوجيا رقمية، معلومات، حاسبات رقمية، كمبيوترات تستطيع أن تعد حروف القرآن وكلماته وتحصيها. وربما من النعم العظيمة التي أكرمنا الله بها برنامج إحصاء القرآن الكريم، موجود طبعا على موقعي، وأتمنى من الجميع أن يحمل هذا البرنامج ويستفيد من العجائب التي يمكن أن يكتشفها من كتاب الله تبارك وتعالى، عجائب رقمية. أهل الكتاب سيستيقنوا بسبب الرقم 19، المؤمن سيزداد إيمانا بسبب الرقم 19، هذا ما يقوله القرآن ليس أنا، الله تعالى هو الذي يقول وما جعلنا عدتهم، ما هي عدتهم؟ 19، إلا فتنة للذين كفروا ليستيقن الذين أوتوا الكتاب ويزداد الذين آمنوا إيمانا، ثم يعود فيحدثك عن أهل الكتاب مرة ثانية ولا يرتاب الذين أوتوا الكتاب. سبحان الله، معنى ذلك أن الأمر يتعلق بأهل الكتاب بشدة، يعني كأن الله يقول لك انتبه، هناك إعجاز يتعلق بالعدد 19 له علاقة بأهل الكتاب، انتبه إلى هذا الموضوع أيها المؤمن. يا من تقرأ هذا القرآن، عندما تقرأ سورة المدثر تدبرك لهذه السورة ينبغي أن يقودك إلى هذا التساؤل، ليس مجرد أن نحفظ كالببغاء. الله تعالى يقول لك وما جعلنا عدتهم إلا فتنة للذين كفروا ليستيقن الذين أوتوا الكتاب، ثم يقول ولا يرتاب الذين أوتوا الكتاب، مرتين تأكيد، يعني هناك يقين وعدم ارتياب. أين يمكن أن يحصل اليقين وعدم الارتياب أيها الأحبة؟ ما هي اللغة الوحيدة التي ليس فيها ارتياب؟ لغة الأرقام فقط، 1+1=2 فقط. كل اللغات الأخرى، لغة البلاغة، لغة البيان، تحتمل وجوه، تحتمل نقد، تحتمل وجهات نظر. يعني مثلا بيت شعر يمكن لناقد أدبي أن يفسره بشكل يختلف تماما عن شخص آخر، شخص ثالث يقول لك معناه كذا، شخص رابع معناه كذا، يمكن أن يحدث اختلافات كثيرة تحدث. في علم الفلك يمكن أن تكون هناك تجاذبات بين علماء الفلك، بين نظرية ما، بين عمر الكون، هل هو كذا أم كذا، يعني هناك وجهات نظر، هناك ارتياب. في علم الطب كذلك، في علم البحار، في علم الجيولوجيا، في كل العلوم نجد هنا، إلا لغة الأرقام ليس فيها ارتياب. فحتى يحدث عدم الشك وعدم الارتياب واليقين يجب أن تستخدم لغة الأرقام القوية الواضحة التي هي لغة عالمية يتفق عليها كل البشر. يعني مثلا الرقم 3 هو نفسه في الصين أو في الهند أو في اليابان أو في أي مكان آخر، حتى إذا صعدت إلى كوكب المريخ الرقم 3 هو نفسه لا يختلف. هذه اللغة أراد الله أن توجد في القرآن الكريم أيها الأحبة، ليقول لك إن القرآن كتاب عالمي، ليس فقط لقريش، ليس فقط للعرب كما يدعي بعض الملحدين، يقولون ما ذنبنا نحن مثلا في الصين أو في اليابان أو كذا.
لماذا نزل على العرب هذا القرآن؟ لماذا لم ينزل في الصين أو كذا؟ نقول لهم إن اللغة العربية ثبت أنها أفضل لغة للتعبير بأقل عدد من الكلمات والحروف بين كل لغات العالم. هذا طبعا موضوع آخر أيها الأحبة، لا نريد أن نخوض فيه. لغة القرآن تحوي لغة رقمية، ولغة الأرقام هي لغة العالم، لغة عالمية مشتركة، حتى إنها مشتركة بين الإنس والجن. لذلك الله تعالى يتحدى أحيانا الإنس والجن، يقول عز وجل: قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. هذه الآية أيها الأحبة لفتت انتباهي قبل سنوات، وقلت بما أن الله تعالى يتحدى الإنس والجن أن يأتوا بمثل هذا القرآن، طبعا وقتها كان في ذهني عدد سور القرآن 114، هو الرقم الأكثر تميزا في القرآن الكريم، هو عدد سور القرآن، يعني أول رقم يلفت انتباهك عندما تسمع القرآن هو العدد 114، هو عدد سور القرآن، رقم ثابت. فقلت سبحان الله، يعني دعني أقوم بعد كلمات هذه الآية وحروف هذه الآية والحروف التي تركبت منها هذه الآية. يعني نحن دائما لدينا أيها الأحبة في القرآن الكريم أثناء الدراسة الرقمية لديك لكل آية ثلاثة أرقام مميزة، ثلاثة أرقام تميز أي آية، وكل آية لها هذه الأرقام الثلاثة تختلف عن غيرها. الرقم الأول هو عدد الكلمات، الرقم الثاني هو عدد الحروف كاملة كل الحروف، الرقم الثالث هو الحروف الهجائية أو الأبجدية أو الألفبائية التي تركبت منها. طبعا حروف اللغة العربية 28 حرفا، فآيات القرآن هناك آيتان فقط اكتمل فيهما العدد 28، يعني استخدمت في القرآن الكريم هناك آيتان فيهما 28 حرفا حروف اللغة العربية كاملة في آيتين فقط في القرآن. فكنت أتدبر هذه الآية العظيمة وأتأثر عند قراءتها وأقول لابد أن يكون هناك شيء مميز يعطيك العدد 114، يعني هذا إحساس نشأ لدي وأنا أقرأ هذه الآية، أن الله تعالى يتحدى الإنس والجن أن يأتوا بمثل القرآن، والقرآن 114 سورة. فماذا يحدث لو قمنا بعد الكلمات والحروف والحروف الهجائية؟ حقيقة عندما قمت بعد الكلمات وجدت، عدوا معي أيها الأحبة، قل لئن اجتمعت الإنس والجن، طبعا هنا الواو في هذا النظام جزء من الكلمة التي تليها، قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. 19 كلمة. عندما قمنا بعد الحروف كما رسمت في القرآن حسب الرسم الأول وجدنا 76 حرفا، أي 19 مضروب في 4، العدد 76 هو من مضاعفات 19. أنت إذا كررت الرقم 19 أربع مرات، يعني 19 زائد 19 زائد 19 زائد 19 يعطيك 76. إذن عدد حروف الآية 19 في 4 76. طب كم عدد الحروف الهجائية؟
عندما قمت بعد الحروف الهجائية المستخدمة في بناء هذه الآية، القاف، اللام، الياء، الجيم، الكذا إلى آخره، كان العدد 19 حرفا بالضبط. قلت سبحان الله، يعني آية واحدة تتحدى الإنس والجن أن يأتوا بمثل هذا القرآن، وهي يعني موضوع التحدي هو القرآن، وعدد الكلمات 19، وعدد الحروف 19 في 4، وعدد الحروف الهجائية 19. قلت ماذا يحدث لو جمعت هذه الأرقام المميزة لهذه الآية؟ قمت بجمع العدد 19 زائد 76 زائد 19، يعني عدد الكلمات زائد عدد الحروف كله 76 زائد 19 عدد الحروف الهجائية، كان المجموع 114. سبحان الله، يعني هذه كانت في بدايات بحثي في موضوع الإعجاز العددي، آية تتحدث عن أو تتحدى الإنس والجن أن يأتوا بمثل القرآن، كل الأرقام المميزة من مضاعفات العدد 19 الذي هو أول عدد نزل من القرآن، ويأتي مجموعها 114. والله إن هذا لا يمكن إلا أن يكون من عند الله تبارك وتعالى، وأن هذا سيفتح آفاق لمعجزة كبيرة. نكتفي اليوم أيها الأحبة لكي لا أطيل عليكم، وسوف نخصص جزءا ثالثا للرد على التساؤلات المتعلقة بالإعجاز العددي، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أإله مع الله، تعالى الله عما يشركون.